السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعزائي طلاب الثالث المهني، أهلا وسهلا بكم في حل أسئلة مادة مكملات الديكور فرع الفنون التطبيقية اختصاص فن الديكور الدور الأول 2021-2022. ملاحظة: الإجابة على جميع الأسئلة ولكل سؤال 20 درجة. السؤال الأول: املأ الفراغات بما يناسبها ولكل من العبارات الآتية. من أنواع الوسائد هو، هنا خطأ مطبعي، هي مو الخداع، الوسائد هو الحل مالتها راح يكون بهذه الطريقة. من أنواع الوسائد هو الدائري والمربع. ثانيا: يمكن تصنيف المكملات إلى تقنية والثانوية. ثالثا: من أجزاء الجسر العادي الأنبوب والكرات الجانبية. من معالجات النوافذ هي تسمح للضوء والهواء بالدخول إلى الفضاء الداخلي وتؤثر على طريقة توزيع الأثاث في الغرفة. الصور على أنواع منها الزيتية والمائية. هذا بالنسبة للسؤال الأول. نجي على السؤال الثاني. السؤال الثاني: أجب عن فرعين فقط مما يأتي. أولا: ارسم مخطط يوضح فعاليات فضاء المطبخ. مخطط يوضح فعاليات المطبخ، هذا المخطط موجود عندكم أعزائي الطلبة، مخطط فعاليات فضاء المطبخ. يتكون من طاولة التحضير، تحضير نحو النافذة، طبق مع خزان الأواني، صواني مع خزان الأواني إلى حجرة الطعام، من حجرة الطعام إلى مهملات وخزانة الأدوات وخزانة الأدوات، مغسلة مع مصفاة وتفريغ، والنوبة حافظة الطعام وثلاجة. هذا بالنسبة لمخطط فعاليات فضاء المطبخ. نجي على الفرع باي، وكيف تتم معالجة السقف، ارتفاع وانخفاض السقف، اذكر خمسا فقط. نجي هنا احنا اول شيء طلاء السقف بلون حاتم كالرمادي او الازرق او الاخضر ليبدو السقف اقل ارتفاعا. عمل ديكور جبسية للسقف او وضع سقف مستعارة. استخدام الاضاءة الموجهة من الاعلى للاسفل. عند معالجة السقف المنخفض طلاء السقف والجدران بلون واحد. كون الفضاء واسع جدا يمكن استخدام ألوان غامقة للحائط وفاتحة للسقف. هذا المعالجات. نجي هنا ما هي الأمور الواجب مراعاتها عند استخدام الستائر، حددها مع الشرح. الأمور الواجب مراعاتها: أولا، عدم استخدام الأقمشة ذات الوحدات الزخرفية الكبيرة في الغرف الصغيرة الضيقة، لأنها تجعل الغرفة تبدو أصغر حجما، ويمكن استخدام الوحدات الزخرفية والرسومات الكبيرة في الغرف الواسعة. يمكن أن يكون في الغرفة فراغ، نوافذ غير متساوية في العرض أو الارتفاعات، عندها يستخدم ستائر بسيطة وقماش فاتح بألوان فاتحة حتى لا يجلب الانتباه إلى هذه الفروق في حجم النوافذ. ثالثا، تختلف الفتحات في الغرفة في أشكالها ومساحاتها وارتفاعها، ففي هذه الحالة يفضل أن تصل الستائر جميعها إلى العرض. زين، عندنا السؤال الثالث، عرف ما يأتي. الأبواب، تعريف السؤال الثالث، فرع ألف. الأبواب وهي ممرات للانتقال الفيزيائي بين فضاءين، وتحدد طبيعة استخدام الفضاء من خلال تصميمها وتركيبها وموقعها، وتسيطر على المنظر من فضاء لآخر، وانتقال الضوء والصوت والحرارة وتيارات الهواء والأبواب دلالة خاصة ومعينة. الموقد، يمكن أن يكون الموقد أما غازيا أو كهربائيا أو كليهما، ويوضع عادة بجانب الجدار، ويجب عدم وضعه في الركن، إذ إن الطاهي يحتاج إلى متسع أو مجال ليقف مرتاحا في الأمام، وأما أبعاده فتكون متنوعة، والمعتاد أو الشائع أبعاده 60 × 70 × 90 سنتيمتر. الخزانة، يجب أن يكون طولها من 100 إلى 250 سنتيمتر، وعرضها من 35 إلى 40، وارتفاعها حسب الطلب، وتحتوي على ملحق، وقد تحتوي على أرجل أو لا تحتوي، وقد يوضع فيها تلفاز. النوافذ هي احدى العناصر الانتقاليه التي تربط وفيزياويا التي تربط وفيزياويا الفضاء باخر الداخل بالخارج بصوره رئيسيه، فضلا عن انه يعطي حجم النافذه معاني كثيره للفضاء الداخلي، بينما النوافذ الكبيره تحقق السعه ويرقب المشاهده من خلالها. الستائر العموديه، وهي شرائح من الستائر تصنع من مواد مختلفه من الجود او البرولين أو الكتان، ويدخل في بعضها مواد مقاومة للرطوبة وأخرى للحريق، تستعمل في المكاتب والشركات، وهي شرائح عمودية متدلية
من جسر علوي مثبتة بثقالات سفلية وتتحرك لليمين واليسار ويمكن يمكنها الدوران. نجي على فرع باء يقول ما هي المعايير والأفكار في اختيار التحف وترتيبها بشكل عصري؟ المعايير أولا تتجنب ملء الرفوف بالتحف من الجوانب بل نضعها لأجمل منها في وسط الرف وهو المركز الذي يجذب أولا انتباه أي شخص ومن ثم نوزع باقي التحف على الجوانب بارتفاعات مختلفة ومبعثرة ونحرص على تنوع الألوان والأحجام ونبتعد عن وضع التحف متشابهة. اثنين استخدام أسلوب التداخل في عرض التحف وهو ما يترك إحساسا بالغموض والعمق ويكون ذلك من خلال إبراز بعض التحف الرئيسية وإخفاء تحف أخرى خلفها. ثالثا نبتعد عن ملء الطاولات بالتحف، يمكننا اختيار بعض الصناديق الجميلة والصغيرة أو الصواني المرتبة والأثرية واستبدالها بكل التحف. رابعا أن الرفوف العائمة أو البارزة هي من أفضل الأماكن التي يمكن أن تشمل تحف الزجاج والسيراميك والكتب واللوحات. بالنسبة للصور واللوحات لا يتم تعليقها على الحائط بشكل مرتفع، كما لا تضع صورتين من نفس الحجم إلى جانب بعضهما لأن ذلك سيمنح الغرفة شكلا عموديا كما أنها لا تبدو جميلة. نجي على السؤال الرابع، فرع أجب عن فرعين، ما المقصود بالخدع البصرية عدلها مع الشاعر؟ عندنا الخدع البصرية هي أولا الخدع البصرية تعريفها هي تعتمد على تغيير موقع ثابت العين عن الجسم عند الرؤية فإن هذا الموقع يؤدي إلى تغيير تفسير الشكل أو الجسم المنظور. عندنا الخداع اللوني والخداع الهندسي. الخداع اللوني الألوان الدافئة الأحمر تبدو أكثر قربا من الألوان الباردة الأزرق. الخداع الهندسي يحدث في مكعب روبين إذ يعتمد على تفسير البعد الثلث العمق في بعض الأشكال غير المعقدة أو تناوب موقع الأسطح للأشكال المنظورية بسبب تغيير موقع ثابت العين. الخداع الضوئي أو الخدع الضوئية فإن مصادر الإضاءة العمودية التي تخترق الفضاء تعطي إيحاء بالإيهام بتزايد الارتفاع وكبر الفضاء وتعزيز المراكز الجذبية للتحف والمعروضات عن طريق قيمة التبادل بين المصدر والمجاورات والمعالجات اللونية. عندي هنا باء أشكال الفضاءات الداخلية بالنسبة للسؤال فرع باء يقول ما أنواع الأشكال الفضاءات الداخلية وضحها بإيجاز. عندنا أولا المربع والمستطيل والمنحنية والمثلثة. المربع وهي التي تتساوى أبعاده في الفضاءات ويعطي انطباعا بالثبوت والرسمية والمركزية، يمكن أن تعزز المركزية عند تسقيط الفضاء بقية وقبة أو هرم. المستطيل يزيد في الطول عن العرض بنسبة مختلفة ويعطي مرونة أكبر من الاستخدام، يمكن تقسيمه في الفضاءات عدة بسهولة عندما يزيد الطول عن العرض بنسبة كبيرة. المنحنية وهي تدرج من الدائرة البسيطة إلى الشكل البيضوي إلى الأشكال الحرة، حيث أن الدائرة هي الشكل الأكثر ثبوتا ومركزية واقتصادية. المثلثة وهي الفضاءات قليلة الاستعمال بصورة عامة ويمكن أن نجدها بشكل أجزاء من فضاءات ذات أشكال مضلعة مربعة أو مستطيلة. الرفوف عندنا السؤال يقول كيف يتم استقلال الجزء العلوي من الرفوف لاستيعاب خزن أكثر؟ وذلك بأن نضعها على مساحة ملائمة تكون ملائمة للمساحة الموجودة ترتفع عن الأرض إلى السقف تقلل من حجم الغرفة مما يجعل مواقع الرفوف أفضل في إيجاد خزن كبير للمعروضات. عندنا احنا هنا السؤال الخامس فرع ألف يقول اذكر أنواع تراكيب الإضاءة الداخلية مع الشرح. عندنا تراكيب الإضاءة الداخلية أول شيء أنواعها الثريات الأطباق المصابيح المعلقة والمصابيح المنضدية. الثريات هي من أرقى وحدات الإضاءة وأفخمها وتحقق إضاءة عامة للفضاء وأبرز استخداماتها في فضاءات الاستقبال والمعيشة بالنسبة للمساكن، وتصنع من خامات متعددة أهمها النحاس الحديد المشغول أو المطلي وتدلى غالبا من سقف الفضاء ومنها الكلاسيكي الحديث، وقد تحلى بقطع الكريستال المختلف الأشكال لكسر الضوء وتشتيته في كافة الاتجاهات. الأطباق تصنع غالبا من الزجاج بهياكل معدنية وأفضل مكان لها فضاءات المداخل والممرات، وعادة ما تكون مثبتة بالسقف وتعطي إضاءة خافتة لا تظهر.
المصابيح المعلقة وتستخدم عادة لتحقيق إضاءة مركزة لمراكز النشاط في الفضاء على طاولة الطعام في صالات الطعام مثلا. المصابيح المنضدية وتتنوع أشكالها والخامات التي تصنع منها وهياكلها وتشكل بطريقة تمكنها من الارتكاز على أسطح مستوية بارتفاعات مختلفة، ولها غطاء تستخدم غالبا في المكاتب وأركان الفضاءات الاستقبال أو المعيشة. عندنا السؤال فرع باء، عدد أنواع أنظمة التدفئة المركزية مع الشرح. عندنا أول نظام التدفئة بالماء الساخن، وهو النظام الأكثر انتشارا في المنازل والمدارس والفنادق والمستشفيات، وتميز بانخفاض تكلفته الإنشائية والتشغيلية مقارنة بباقي الأنظمة، كما يؤمن ظروف صحية إلى جانب سهولة صيانته. نظام التدفئة بالهواء الساخن، يستخدم الهواء كوسيط لنقل الحرارة، حيث يسخن الهواء بطريقة مختلفة في وحدات التدفئة المركزية، ثم يدفع بعد ذلك في ممرات خاصة ليخرج من نهاية الممر إلى الحيز المراد تدفئته. نظام التدفئة بالبخار، أما عن هذا النظام فإنه يتم توليد البخار في مراجل خاصة بضغوط مختلفة يتحول الماء فيها إلى بخار. هذا أعزائي الطلبة كل ما موجود في حل أسئلة مادة مكملات الديكور الصف الثالث المهني الفرع الفنون التطبيقية اختصاص فن الديكور الدور الأول 2021-2022. إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك والقناة وتفعيل الجرس. شكرا جزيلا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.